نعم نحسس عن لحظة شوية ممكن يعني طب قديش عرضها يعني كيف ايش عمل فيها هو أنا ثلاثة عشر واحد اثنين منذ سنوات نرى الجيل الناشئ يلعب ويلهو في ألعاب لا فائدة لها ولا قيم ولا أهداف. لذلك كانت فكرة لعبة الوصول إلى القدس بطريقة يستفيد منها الأطفال لتعزيز ثقافة حب الوطن لدى الطفل الفلسطيني. والله جاءت الفكرة منذ تقريبا 6 شهور وأخذت معنا وقت كبير وإحنا قاعدين بنجهز فيها، فالحمد لله رب العالمين تم تنفيذها من قبل المصممين محترفين واستشارات أيضا من خبراء علماء نفس. لما وصلنا للأهداف تاعت اللي هي اللعبة والحمد لله رب العالمين طلعت بالجودة المطلوبة اللي رضي عنها جميع من شاهدها فضل الله عز وجل. تدعي قوة الاحتلال أن هذه اللعبة تبث الكراهية لدى الجيل الناشئ، وأنا أقول لهم عكس ذلك، إنها تبث في الأشبال تعزيز حب الوطن وحب المقاومة وحب التحرير وحب العودة إلى الوطن. لذلك هي ليس إرهابا. الإرهاب عندما أنتم تقتلون الأطفال وتقتلون الشيوخ وتقتلون النساء وتقصفون البيوت الآمنة، هذا إرهاب. الإرهاب عندما تعلمون أطفالكم كراهية العرب. وسمعت من أحد الإخوة وشاهدت أن هناك ألعاب عديدة يصنعها الاحتلال، يعني اسم اللعبة نفسها اقتله إنه فلسطيني. لذلك هذه ثوابتنا وهذه أرضنا، وإحنا لازم نعلم الجيل الناشئ على حب الوطن سواء بالألعاب سواء بطرق أخرى. خمسة لا هو مرة نحن